في علم النفس عندهم تعبير، ده بره كتاب مقدس بقى، دي ملهاش شاهد. علم النفس عندهم حاجه يقول لك في حاجه اسمها pain ego. pain ego، انا الالم. ففي علم النفس يقول لك في حاجه في النفسيه اسمها الانا بتاعه الالم. طبعا انا بحب علم النفس، بحب اقراه، بس طبعا علم النفس بيقف عند حته ما بيبقاش فاهم ليه الانا دي موجوده. طبعا الانا دي موجوده لان بالخطيه. فالانا لان في الخطيه، لان بالخطيه ولدتني امي، لانه 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 لانه، فمولودين بنعيط. حد اتولد هنا مش بيعيط؟ اوكي. فالايجو، العلم الناس يقول لك كده، الايجو في حاجه اسمها بين، وده البين ايجو. والبين ايجو او انا الالم ما بيشبعش الا بالالم. هقول جمله بايخه بس عايز اقولها، ده اللي بيخلي كتير يشوفوا صور ويتصوروا انها نبويه عن كوارث جايه. ده البين ايجو بتاعهم عايز يستقبل بين. اديني بين، اديني زلزال، اديني مشكله جايه، اديني كارثه. علم بالمناسبه، علم النفس يقول لك كده، اقروا، ابحث في جوجل عن البين ايجو. ماشي، ان البين ايجو بيستدعي، بيكتذب لي بين. الانسان انا الالم بيشفط عايز الم. علم النفس بيقول كده مش انا، فما فيش شاهد في الحته دي. اوكي، لكن لما تحطه مع كتاب مقدس تجده مظبوط. ماشي، البشريه السقطه بتدور ليها على صنم، فاكرين حاضر من الاول، بشريه السقطه، افكار البشريه السقطه زائد لوسيفر، لان لوسيفر ما عندوش مشكله، بيفرح جدا. ولاد الرب عايزين الم، ديله الم. ليه؟ لان عملت صنم، عملت صنم، والصنم ده جاي من ايه؟ من انا الالم، انا الالم. في بعض احيان الاضطهاد عقده، الاضطهاد مش حقيقي. في بعض احيان، في بعض احيان عقليه الاضطهاد هي اللي غالبه. معلش دخلت في الحاره، كمل في الحاره. عقليه الاضطهاد هي اللي غالبه على الشعب المصري، مش عقليه الملوك. ولما عقليه الملوك بتبقى هي الحقيقه في الشعب، في شعب الملكوت، بيقفوا حتى لو تالموا كمسيحيين، بيتالموا كملوك. لكن عقليه الاضطهاد عماله بتشفط الم. هتفهم حاجه؟ فكتير ناس بترى الصور سوداء وبتتصور انها نبوات. أصلاً حلمت حلم كارثي، ربنا هيعمل، وربنا هيعمل. حبيبي لا يا حبيبي، ده البين ايجو بتاعك عمال بيصوت. الحل، ابرئنا، اشفينا، بنحبك يسوع، انت صالح، كل عطيه صالح. هو ده الحل، دهن طيب بس نازل من فوق ببساطه، ملكوتك يا رب. البين القصه كلها انا في المسيح، لا أنا بل المسيح يحيى فيه. أمين. هو داخل في كل اللي احنا بنقوله ده. لا، أمريض أحد بينكم العلى في مرض، أمريض أحد بينكم صلاة الإيمان تشفي المريض. موضوع المرض خلص أهو، لهوت المرض خلص. أمريض أحد بينكم صلاة الإيمان تشفي المريض. بش خلاص، بش فش، ما عندناش أي حاجة تاني. أمريض أحد بينكم، المؤمنين بيعيوا، بيعيوا. ليه؟ لأن أمريض أحد بينكم يقعدوا يمصمصوا شفايفهم؟ لا، صلاة الإيمان تشفي المريض. أوكي، هو حمل أمراضنا.
نعم يخش في الملكوت، في قوانين الملكوت هتخففه، هتخففه، ما خفش من اليوم الاولاني انقعه في الملكوت، ماشي، لان البقعه كتير قوي، فبيته ليله في الملكوت، ما خفش الليله اللي وراها، انقعه شهر، انقعه شهرين، هيخف 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 هيخف، لان انفداء الملكوت. ثانية واحدة، لا كاملة، ما خلصتش الكلام، اطعوني بالتسقيف. مش احنا اتفقنا ان امتداد الملكوت لا نهاية، واحنا اتفقنا في ملكوت هنا وفي ملكوت عمال بيجي كل يوم، فهو ما خفش بالملكوت اللي هنا، بس الملكوت اللي جاي بكرة عنده القدرة اكتر، وملكوت اللي جاي بعده عنده قدرة اكتر، وملكوت فهو انا بقعده في الملكوت. انا مش بكلمك انت بس، انا بكلمهم كلهم، بس بصص لك انت. فاهمين قصدي؟ هو إقامة الموت هتحصل إمتى؟ مش في الملك الألفي، مش لما نروح السماء، خلاص إحنا في ملكوت حاصل دلوقتي، مش فيهوش إقامة موت. حلو قوي، بس الملكوت اللي جاي في إقامة موت، لأنه دايما هنا ودايما جاي، دايما هنا ودايما جاي، دايما هنا ودايما جاي. طيب